مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء ومن نواحي مدينة الدار البيضاء. وحنا الآن في واحد الكارثة بيئية صراحة، اللي هذا المشكل كيألم وهذا المشكل كيدير في الخاطر، فاش كنشوفوا أن الأزبال والمخلفات ديال الأزبال كيترموا في الطريق وكيحبسوا الطريق لدرجة أنهم يعني خاصة أن كيف ما كتشاهدوا السكينة قريبة هنايا، علاش ما يكونوش البلايص اللي كيجمعوا هاد الأزبال؟ وكيف ما كتعرفوا أن الوليدات كيمرضوا، السكينة راه كتعاني من أمراض تنفسية، أمراض جلدية، هادشي كيجمع الحشرات، كيجمع بزاف ديال الأمور اللي خطيرة وخطيرة بزاف، وكيمرضوا في العين بزاف ديال يعني كيوليو هادو راه عبارة على بكتيريا ولا دي باكتيري اللي كتمرضنا وكتمرض الوليدات هما. دونك خاص هادشي ما يكونش نهائيا. حنا في مدينة ونواحي مدينة الدار البيضاء، خاص صراحة يكون داكشي مقاد وتكون المدينة نقية، وهاد البلاصة هادي كيف ما كتشاهدوا معنا مشروع جديد. يعني علاش ما يكونوش لي بوبال كبار اللي تيجمعوا الزبل؟ ما يمكنش اننا نشوفوا الطريق كتقطع بالازبال، يعني الانسان كيكون غادي موضي نقي لابس حوايجو غادي للجامع حتى كيدوز على هاد الشيء، هذا راه مشكل. ما يمكنش ان الانسان يدوز على هاد الامور. عاد كاين المشكل ديال الوليدات اللي كيدوزوا من هنا باش كيمشيو للمدرسه، راه حتى هما كيوسخوا حوايجهم، كتمشي فيهم واحد الريحه خايبه، رجليهم كيمشيو فيهم ريحه خايبه. يعني هاد الشيء صراحه ما خاصوش يكون نهائيا، وهاد الشيء صراحه كيألم. خاصنا اي واحد اي مسؤول على اي منطقه انه يدير الخدمه ديالو، ما يمكنش انه يخلي المنطقه بهذه الطريقه هذه، حيت هذه كتسمى العشوائيه، وحتى المشكل ديال البيئه حتى هو لونفيرونمون ولا الهواء ولا بزاف ديال الامور، هذا الشيء خاصنا نحافظوا عليه ونحميوه ماشي نزيدوا ندمروه. حيت راه هاد الكوارث البيئيه حنا دابا حاليا ما كنحسوش بها، ولكن راه عندها واحد الاضرار خطيره جدا، لا على الهواء لا على الناس لا على بزاف ديال الامور. وكيف ما قلت قبل ان هاد الازبال هادي راه كتعطي واحد الريحه اللي خايبه بزاف، يعني من غير مسؤولين. هو فعلا ان خاص مسؤولين انهم يوصلوا لي بوبيل في اي بلاصه، ولكن راه حتى الناس حتى هما خاصهم المواطنين حتى هما يديروا شكايات ويهضروا على الحق ديالهم، وما يجيوش ويرميو هاد الازبال بهذه الطريقه وبهذه العشوائيه. راه الطريق محبوسه من كلا الطرفين، ولكن للاسف ما كاينش شي حل، يعني خاص المسؤولين انهم يديروا شي حل لهاد الامور. يعني انتم كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر المشروع الجديد، الناس يلاه ساكنين هنايا، ولكن للاسف ما كاينش حل جذري لهادشي. كتشوفو هنا شي كيتراك، يعني الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هاد اللايف باش يوصل للمسؤولين على هاد المنطقة هادي، ويجيو يحلو هاد الأمور ويقدو الأمور، حيتاش هادشي راه تيمرض وهادشي راه عندو أضرار على البيئة. وانتوما عارفين مؤخرا شنو المشاكل اللي ولات كتعاني منها. نقرب لكم صورة أكثر باش أنكم تشوفوا شنو واقع، يعني الأزبال ومخلفات ديال الأكل، يعني الأزبال المنزلية. أنا ما عرفتش علاش الشركة المسؤولة على هاد المنطقة ما كتجيش أنها دير الخدمة ديالها ويجيو يجمعوا هاد الأمور هادي. يعني كنتمنى ان الرساله ديالنا تكون وصلت، وحنا بدورنا يعني خاصنا نهضروا على هذه المشاكل اللي كيعاني منها المجتمع، ومنهم هذا المشكل ديال الازبال. كنتمنى ان شاء الله يكون شي حل جذري ونهائي. وهنا مشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم، نتلاقاو في بث مباشر اخر، موضوع اخر. السلام عليكم ونهاركم مبروك.